طيب الغش في الامتحانات طبعا حرام. طيب طب تمام، انا لو غشيت لمعرفة بس، انا لو غشيت هل الشغلانة اللي انا هشتغلها بعد كده، بعد اللي انا المجموعة اللي انا جبته من الغش، هل الفلوس هتطلع من الشغلانة حرام؟ لا، مش ذنب لا يتعدى بهذه الطريقة إلا إذا كنت ستأخذ حق غيرك، لكن عموما إذا كنت كفءا للعمل، يعني أكثر كثير جدا من المستمعين الآن غشوا في امتحان الثانوي وأصبحوا موظفين، هل سنقول لهم الامتحان كان غلط وعملكم حرام؟ يصعب، استغفر الله وتصدق. يعني انا لو لا غشيت، لا تأخذ مني فتوى وتروح تغش بناء على الفتوى. سلامتك لا انا خلاص يا عم، الله يغفر لك.